مات النرجس الوسنان يا ألق الجمان تعيداني بالوصل الشهي ويمطر الوعد الزمان كسب رهان القلب لكني خسرت أنا الرهان يا غادتي والحر يأنف أن يذل وأن يدان متمرد أنا فيما قلبي للهوى العلوي لان حر حببت الأسر عندك ما شكوت به هوان الحب فوق صدى العناد وفوق جور العنفوان وترفق الحسن الوضيء يفوق عز الصولجان أهون عطاف الصدر حين يطل منه الناهدان والخصر حين تمايلين فيسكر الروح الليان التوأمان هما وكم أورى التلهف توأمان أهواك هل لهواي في نبضات قلبك من مكان فهناك أمنحك الأمان ونعيش في شرف الجنان. Thank you.
من جديد أسدل الستار على الدورة 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، والذي حصد جوائزه مجموعة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب. نتعرف هنا على النتائج وقت إعلانها وأبرز الأفلام الفائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب السعادة والمعالي، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في حفل توزيع جوائز الدورة 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي مع المهر الإماراتي، والتي ضمت هذا العام 13 فيلما منها 6 أفلام طويلة. جائزة أفضل مخرج ياسر النيادي روبيان. جائزة أفضل فيلم إماراتي قصير يا ترى تذهب لمن؟ شذا مسعود ممسوس. جائزة أفضل فيلم إماراتي طويل تذهب عبدالله الكعبي رجال فقط عند الدخل. مبروك للفائزين وشكرا للأستاذ يسري نصر الله. ننتقل الآن إلى المهر الخليجي القصير والمهر القصير. محمد أخولايل 300 كيلومتر فيلم. Badr al-Hamaud, The Bliss of Being No One. Munia Akl, Submarine. Mehdi Barsaoui, we are just fine like that. أدعو جميع الفائزين للتقدم إلى المسرح لأخذ صورة تذكارية. Thank you.
جولتنا الثقافية انتهت لها الأسبوع، لقاءنا يتجدد معاكم الأسبوع الجاي. أبعاد ثقافية يأتيكم برعاية ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وللمزيد من المعلومات عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي تابعونا على الموقع الإلكتروني. مع السلامة.